طبعا لجبنة الدهن رح تحتاجوا 2 كوب زبادي من 4 ل 6 قطع جبنة كريمية، كمان ربع كوب حليب سائل، 3 معالق كبار حليب لونا بودرة، ونص كوب زيت شعبان، ومعلقة كبيرة من الليمون. امتياز هلا احنا رح نعملها، بس قديه بنقدر هلا نابا بيكون في زي صلاحيه للجبنه الكريميه اللي بالبيت اللي بنجيبها وخلص بتروح علينا اذا ما اكلناها وبنكبها بالزباله، هاي شو وضعها؟ بتضل؟ لا بتضلش، نفس اللي بتشتريها، نفس اللي بتشتريها، بس اورجيهم قوامها، هيها نفس اللي بنشتريها بالضبط، ونفس الطعم ونفس كل شيء، بسعر كثير قليل. شوفوا ما احلاها، اعطيكي هاي بسكوتي، بعرفك اللي ساعه برقص بسكوت تحت الهواء، لازم اطلع الفجعانة، بس خليني اكل. شو وراي؟ شوفي اذا ملحتها مش مزبوطه امتياز رح يبين علي. لا انا عم بحط رشه كثير خفيفه، ما بحب يكون طعم الملح كثير مبين. كلي كلي مع الاشعه. قولي والله، والله انت بتشعي هيك كمان اكل. قولي والله انت عملتيها. والله والله اسمع، اكيد ما رح اشتري كل هذا المرتباش، احط والله انها زاكي امتياز. الملوحه في جبنه انا يعني هلا شوفي انا ماخذه من الجبنه الكريميه اللي انا مستخدميتها عشان اعطيكم النكهه. هلا بالنهايه هن بيحطوا منكهات صناعيه عشان تاخذوا انتم هدول النكهات اللي بنشتريهم. تمام، مواد حافظه انا ما بقدر احط، ولا عندنا شيء يحط مواد حافظه لنقدر نستخدمه، فهي مده صلاحيتها اسبوع لانه فيها حليب ومش معرضه للحراره، بعكس الجبنه الكريميه، لانه الجبنه الكريميه حطيتها على النار رح تقعد معنا شهر او اكثر شوي. الجبنه تدهن، طريقه تحضيرها فيها لبن، جيب لبن زبادي انا مستخدمه اللي هو الزبادي. أوكي. مده صلاحيته اسبوع، فقد ايه بتصير صلاحيتها؟ أسبوع. نفس الشيء اسبوع، يعني زيها زي اللبن 100%. انت حاطه لبن مش معرضتها لحراره، فكيف بدها تصير معك الامور؟ بس طيب. مبدئيا يعني الواحد يخفف من الكميه، وبما انها سهله واليوم في معنا جائزه خلاط، فما لكم غير انكم تكتفوا من انكم تشاركونا اليوم لتربحوا الخلاط اللي ما بينكسر، ومش بس هيك تعملوا الجبنه الكريميه ايمتى ما بدكم 100%. لو اسمعي كلفتها كثير قليله، انا صرت لما احضر الاشياء بالبيت استغرب ليه هالقد بتكلف او ليه هالقد بنشتريها. يعني بتشتري العلبه الصغيره ب 3 دنانير ونص صح، اللي فيها 250 جرام، طب ليه؟ وبعدين بتعرفي كيف دائما يعني بالبيت احنا ما بنكون معززينها، يعني السندويشه مثلا في اولاد بحبوه يا دوبك تدهني لهم اياها، وفي اولاد بتلاقيهم بحبوها هيك مكثفه 100%. طيب احنا حطينا هون علبتين زبادي، علبتين الصغار اللي حق الوحده 60 قرش، حطينا 3 معالق حليب لونا البودره. ليش بدنا نعطيها طعم؟ بدنا نعطيها دسامه. عندي من وين نجيب طعم الملوحه؟ انت بدك رشه ملح خفيفه، بس من وين بدك تجيب النكهه؟ احنا ما عندنا منكهات صناعيه، فرح برضو استخدم الجبنه الكريميه 4 حبات. حلو، بتحطوهم بس عشان النكهه وتخلي لنا القوام سموذي. وعندي ربع كوب من الحليب، حليب سائل، حليب سائل، او انه بياخذوا معلقه من الحليب البودره مع مي، ومعلقه ليمون. مقاديري مبدئيا صارت جاهزه. الشيء الوحيد اللي ما حطيته اللي هو الزيت، اللي هو رح يمسك لي قوام الجبنه. رح اخفق كل هدول المواد مع بعض قبل ما احط الزيت. يلا تمارا. ناخد أنا الليمون، صراحه بدي اسالك عنه، استغربت انه في ليمون في الموضوع. بدي اياها تشد الجبنه عشان ضل قوامها سموذي وتشد. هلا شوفوا قوامها، اول شيء انا لسه هلني خلطها، طلعي بلشت، شوفي كيف قوامها تشد شوي، تشد شوي، ولكن مش القوام اللي احنا بدنا اياه او اللي بناخده لما نشتري اي جبنه كريميه. هلا انا كاتبه لكم المقادير، نص كوب زيت شعبان الذره. تمام، رح ناخده بدي ارجع فوقها بس شوي لانه الجبنه عندي مش كثير مخلوطه. يلا. وابلش اضيف الزيت بالتدريج نقطه نقطه لحتى تبلش تشد معي الجبنه للقوام اللي بدي اياه. يلا، ولا بدنا اشي زيادة. بصير اتفشخر عليك شوي، هيها بس خليني اورجيهم اياها. انا اتفشخري، هيها شايفين كيف صارت؟ طلعي شو هالشطارة هاي يا ميزو حبيبة قلبي، شوفوا كيف. ولا اشي، جبنة كريمية من مكونات موجودة وسهلة وبسيطة. شوفوا كل كمية تقريبا هاي فيها كيلو إلا من علبتين زبادي، 3 معالق حليب من البودرة، معلقة ليمون، وحطينا ربع كوب من الحليب السائل، ونص كوب من الزيت حطيناه بالتدريج لمسكت عندي الجبنة. تاخدوها بتحطوها بمرتبان، بتحطوها 3-4 ساعات في الثلاجة، وبيستخدموها زي ما حكينا لمدة أسبوع. وعلى نفس المقادير، على نفس المقادير. بدي اتفشخر، في اسهل من هيك؟ عشان الاصفر. تفضلي تفضلي. لاني انا اليوم لابسه هيك طبعا فسفوري، وبدي اتشكرهم كثير طبعا، مش قادره احكي الاسم ولكن هم اكيد بعرفهم اللي بتابعونا. بدي اخبركم فشخره معينه. تفضلي. امتياز اليوم بتيجي بتسالني الصبح بتقولي تمارا عم بعمل كيك كنت بالعيد فلقيته مش كثير اسفنجي. قلت لها شوفي حبيبه قلبي، لازم تكون كميه السكر
اكثر من كميه الزيت. تخيلوا انه انا بعطي هيك معلومه لامتياز. اه والله امتياز كيف يعني مش عم بزبط معك الكيك؟ انا مش قادره ولا انا كمان ولا انا مو قادره افهم صراحة. نفسي مو قادره افهم نفسي يعني كيف ما ظابطه معي بس خلاص. وصراحه بالشقلوب كان السؤال بس انا كثير كنت مستمتعه على الحقيقه بالمعلومه فحبيت اليوم اعطيكم اياها بشكل كثير بسيط لانه جد بتعرفي الغريب في الموضوع انه هاي المعلومات بحكيها قدامك امتياز ما انا ما بركز غير لاجرب عن جد بحكيها قدامك هذا الغريب يعني بالموضوع انا حطيت كوبايه زيت يا امتياز طلعت معجنه الكيكه يعني ما بعرف قالوا لي صحباتي على التليفون تمارا لا لازم انا ما بدي ازعجك من شايفتك تنهار الكيك على معمول على ما شاء الله اراسيا مش مخليه شيء ما كنتي يعني عم تستطعميه بالله طب خلينا نجيب خبزة ندهن عليها انا نعمل سندويشات انت اللي رح تعمليهم اليوم والله جبت لك خيار وبندورة وكل شيء وكل شيء طب امتياز شوفي قديش هون في ناس عم بتابعوكي وقديش عم بيقولوا لك ممكن تعيد المكونات بشكل سريع من تالا ياسين هاي اللي عملتها هلا يعني لا حطيتها ثلاجة ولا شيء هي بدكم تحطوها بالثلاجة 3-4 ساعات بس شوفوا قوامها شوفوا ما احلاها طلعي جد جبنة عادي طبعا جد بس بتعرفي شغله يعني دائما في يعني في انواع اجبان كثير بتكون مالحه مزعجه يعني لا هلا انت بدك تحطي لها رشه ملح على قد ما انت بتحبي انا لهي الكميه نص معلقه صغيره نص المعلقه الصغيره مو اكثر من هيك بس انا لاني استخدمت جبنه كريميه ما حطيت غير رشه خفيفه المقادير كثير سهله حطينا علبتين زبادي الصغار ثلاث معالق حليب بودرة معلقة من عصير الليمون ربع كوب من الحليب السائل خفقتهم كتير منيح مع 4 حبات جبنة كريمية بعدين درت عليهم الزيت وهن بالخلاط شغال شوي شوي نص كوب لمسكت عندي الجبنة 100%